أعزائي الطلبة، السلام عليكم. تسمعوني يا أعزائي؟ صوتي واضح أمامكم شباب؟ واضح أستاذ، نسمع. طيب يا شباب، موضوع هذا اليوم هي مهارة أخرى اللي هي بعنوان Be careful of past participles. يعني لازم تنتبه للباست بارتيسيبلز. ليش؟ يقول الباست بارتيسيبلز can cause confusion in the structure because a past participle can be either an adjective or a part of the verb. لازم تنتبه من تركيب اسم الباست بارتيسيبلز، التصريف الثالث للفعل. ليش؟ لأن ممكن يكون التصريف الثالث للفعل هو صفة adjective أو ربما يكون verb فعل، فلازم تنتبه هذا الباست participles شنو هو؟ هذا الباست participles شنو هو؟ adjective لو verb، حتى تعرف مكانه بالجملة. The past participles is the form of the verb that appears with have or be. واضح؟ have or be. زين. It often ends in ed. عادة ما ينتهي بالنهاية ed. طبعا شلون but؟ هسه شلون فعل ينتهي بed؟ هذا يكون past participle. But there is also many irregular past participles in English. بمعنى هناك الكثير من الأفعال تكون غير منتظمة، يكون الباست بارتيسيبلز مالتها غير منتهي بالإيدي. مثال على ذلك شنو؟ The family has purchased a television. The family هنا جاء الverb has purchased الفعل كله. شوف هاي purchased هي past participle جاية part of the verb جزء من الفعل. The poem was written by Paul. شوف ال written هي ال past participles مالت write وال simple past مالتها wrote. فال written was written هو ال past participle جاي part of the verb. يعني هسه هذا خلي نسوي لون أخضر اللي هو شنو؟ هذا كله خلي نسوي أخضر part of the verb جزء من الفعل، وهذا أيضا جاي جزء من الفعل. زين. يقول in the first sentence في الجملة الأولى the past participle purchased is a part of the verb. هذا هو جزء من الفعل because it is accompanied by a has، لأن ارتبطت مع الفعل الأساسي، الفعل الرئيسي مال الجملة اللي هو has. In the second sentence في الجملة الثانية the past participle هذا written is the part of the verb because it is accompanied by was لأن ارتبط بwas. زين. The past participle is an adjective. The past participle ممكن يكون صفة adjective when it is not accompanied by some form of the verb be or have. إذا ما ارتبط بفعل be أو have. مثل the television purchased هنا جاية صفة، يعني التلفزيون المشترى. أمس هذا الفعل was expensive كان غالي. The poem written القصيدة المكتوبة بواسطة بول appeared in the magazine ظهرت بالمجلة. The first sentence بالجملة الأولى ال purchased اللي هي هذه is an adjective صفة rather than a verb وليس فعل. ليش؟ because it is not accompanied by a form of be or have، لأن ما ارتبطت بفعل كينونة مال be أو have. And
There is a verb was وهناك فعل was عفوا وهناك فعل was later in the sentence في يعني في نهاية الجملة فبالتالي هاي purchased هي مو فعل هي صفة كذلك in the next sentence written is an adjective written جاية صفة وليس جزء من الفعل لأن أيضا ما مرتبطة بفعل كينونة ب أو فعل have وبعدين من تمشي بالجملة تلقى appeared هي وهو الفعل الأساسي مات الجملة The following example shows how a past participle can be confused with the verb in the structure من يقرأ هاي الجملة يا شباب يلا يا شباب من يقرأ يلا مصطفى استاذ اقرأ يلا مصطفى عذاب قاسم استاذ قاسم او مصطفى يلا واحد منكم يلا هادي اقرا استاذ ايه the package mailed at the post office while arrive Monday اسمح لي The packages mailed at the post office will arrive Monday. قرأنا الاختيارات. A have, B where, C them, D just. ايش تختار لنا؟ هذا اختار have. تختار A have زين. قاسم يختار هاف نعم استاذ غير قاسم استاذ ابراهيم على اختار سي ابراهيم تختار سي استاذ احمد هاشم هاف احمد هاشم اي بعد لا سجاد مهدي اي سجاد اي بعد حسين راضي اي حسين راضي اي بعد علي كاظم اي مصطفى عذاب اي شنو محمد علي سات سي محمد علي سي سات بي سات ما شفت انا بي طيب تبي عليه خلينا نحلل الجمله يقول in this example في هذا المثال if you look only at the first few words of the sentence it appears that packages is the subject and mailed is either a complete verb or a past participle that needs a helping verb يقول that باوع على أول يعني كلمات بداية الجملة راح تعتبر الباكيجز هي فاعل هي سبجكت والميلد هو الفعل ويحتاج فعل مساعد يعني يحتاج فعل مساعد يقول في حين but if you look rather further in the sentence ولكن إذا كملت الجملة راح تلقى الجملة بها فعل اللي هو will arrive اللي هذا إذن الميلد شنية الميلد هو وليس جزء من الفعل وبالتالي you will then recognize that mailed is a past participle is a adjective and there is not part of the verb راح تعتبر هذا الميلد هي صفة وليس جزء من الفعل وبالتالي الانسر A و B are incorrect ليش؟ لأن إذا تحط half راح يصير هذا ميل يعني راح يصير عندك فعليا اذا تحط وير راح يصير عندك فعليا فما يصير تختار احد الافعال الرئيسيه فاي بي از انكوركت بيكوز ميلد از ان ادجكتيف اند داز نوت نيد ا هيلبينج فيرب مثل هاف وير ولا تحتاج افعال مساعده مثل هاف وير الانسر سي از انكوركت ليش بيكوز ذير از نو نيد فور ان اوبجكتيف ذم ما تحتاج ضمير مفعول به them
فبالتالي الإجابة المناسبة answer D is the best answer to this question. ليش؟ لأن ما تقدر تخلي them هنا هذا ضمير مفعول به، ولا تقدر تخلي هنا أفعال مساعدة لأن راح يصير عندك فعلياً، فلازم تختار just the packages just mailed التي بعثت حالياً للبوست أوفيس راح توصل يوم الاثنين. واضح يا شباب؟ واضح استاذ واضح. تبع عليه تبع عليه بهاي القاعدة. الباست بارتيسيبلز التصريف الثالث هذا the following chart outlines what you should remember about past participle. لازم تتذكر هاي القاعدة بالنسبة للpast participle. كيف؟ يقول a past participle often ends in ed. عادة الpast participle ما ينتهي بed، ولكن خلي ببالك but there are also many irregular past participles. خلي ببالك اكو تصاريف ثالثة للفعل غير يعني شاذة irregular. For many verbs لأغلب الأفعال المنتهية بالED verbs the simple past and past participle are the same and can be easily confused. الأفعال الED فإن الماضي البسيط والتصريف الثالث يسبب لك اشتباه لأن اثنينهم نفس الشيء. فذا ED form إذن الED form إذن الفعل المنتهي بED ممكن تلقاه can be simple past يعني يكون ماضي بسيط، أو يكون تصريف ثالث للفعل past participle، أو يكون adjective. فمثلا she paint هي رسمت this picture. هناش جاي simple past. شوف simple past. بالجملة الثانية she has painted this picture جاي past participle verb part of the verb. هذا جاي جزء من الفعل. The picture painted by Karen is now in a museum. شوف هنا جاي adjective. ليش؟ لأن ما مرافق إلها فعل مساعد، ولأن عندك فعل أساسي بالجملة، فهذا ما صاير فعل simple past. واضح؟ واضح يا شباب؟ شباب واضح كلامي؟ واضح استاذ واضح. الصورة استاذ سعودة ماكو. واضح استاذ واضح. جيد. الصورة واضحة أمامك؟ تمام حسن. زين. تبع علي هنا هاي فد اكسرسايز. Each of the following sentences contains one or more past participles. كل جملة من ذن الجمل تحتوي على تصريف ثالث للفعل واحد أو أكثر. Underline the subject حط خط واحد تحت الفاعل، وحط خطين the verbs twice حط خطين جوا الفعل، وخلينا دائرة circle the past participles حطنا الpast participle داخل دائرة and label them as وقسمهم كصفات أو أفعال adjectives or verbs. ثم بين then indicate if the sentences are correct or incorrect. ثم اعطينا الجملة صحيحة أو خاطئة. زين. The money was offered by the client was not accepted. طبعا هذه الجملة بها خطأ. شنو هو الخطأ؟ The money was offered. الماني فاعل والwas offered فعل. هذه الwas فعل was فعل ثاني. فبالتالي عندك هنا بالجملة فعليا وهي جملة بسيطة فما يصير هذا الخطأ بالجملة. The car listed in the advertisement had already stalled. هذه الجملة صحيحة. ليش؟ هذا الفاعل listed هنا التصريف الثالث للفعل listed جاي صفة للسيارة. السيارة معلنة أو المعلنة بالإعلان أو المنشورة بالإعلان أو المعروضة بالإعلان.
وهذا الفعل الأساسي مال الجملة had، وهذا التصريف الثالث جاي مرافق للفعل had. واضح؟ هذن الثلاث نقاط، عليكم يا شباب. واضح؟